سعيدة يا رب إن شاء علينا الله إن شاء علينا الله وعلى كلنا. مصر. خليني قبل ما أدخل في موضوع الشهادات، خلينا نتكلم الأول كده عن إزاي شايفة أداء القطاع العقاري في الفترة اللي فاتت ونظرتك ليه في الفترة المقبلة. طبعا القطاع العقاري أو صناعة العقار من أهم الصناعات اللي موجودة في مصر. يمكن فكرة الصناعة دايما عندنا ثقافتنا إنه في منتج حاجة صناعية، بعض الحاجات المنزلية، أي صناعة منتج يعني استهلاكي مش منتج استهلاكي، دائم زي مش العقار. منتج دائم ومستمر. لكن الحقيقة العقار هو صناعة يقوم عليها صناعات كتيرة جدا صحيح. لمواد البناء. طبعا كان في كبوات لصناعة العقار في مصر، ومنها الفترة اللي فاتت ما نقدرش ننكر 3 سنين اللي فاتوا دول كانت أزمات متلاحقة، يعني أزمات صحية ما كناش متوقعينها. كورونا تقصدي؟ أقصد طبعا الكورونا، وبعد كده طبعا الحرب وتأثيرها على مواد البناء اللي هي الأساسية صحيح. للعقار. لكن الأزمة دي يمكن خلت مجموعة من العقاريين تبتدي تدرس الموضوع بطريقة يعني واقعية. دايما كنا احنا بنعمل بيزنس بلان ما بنفكرش في تفاصيل طارئة أو أزمات طارئة تحل علينا، وأزمة صحية دي ما كناش بنفكر فيها أبدا صحيح. يعني. فابتدينا نفكر فيها، ابتدينا نحط لها بعض الضوابط في رسوماتنا الهندسية، في بعض التفاصيل للمنشآت العقارية، يمكن مساحات أكبر، يمكن أماكن مفتوحة أكتر، لأن احنا مش عارفين القادم في الثقافة الصحية شكله إزاي. صحيح. يمكن غرفة التطوير العقاري المجلس الحالي اللي موجود، يعني مش عارفة أقول من حسن حظه ولا من ولا من سوء سوء حظه، حظه. إنه هو اتحط في هذه الأزمات وهو محامي العقار في مصر، سواء للعميل أو للمطور العقاري، أو يساند الدولة في بعض التشريعات، في بعض القرارات اللي بتصدر عن مجلس الوزراء ليها علاقة بالعقار. لكن احنا واقع وعايشينه وبنشتغل فيه. يمكن السؤال بتقولي ان احنا شايفين سوق العقار ازاي في الفترة اللي جاية واللي فاتت. اللي فاتت تعاملنا مع الأزمة، يعني كان لازم يبقى لينا توصيات لمجلس الوزراء ليها علاقة بالإقراض، ليها علاقة بالتمويل العقاري، ليها علاقة بمدد التنفيذ لبعض المشروعات اللي كانت طبعا توقفت وتعثرت. فطلع الحمد لله بعض القرارات الوزارية تحل الاشتباكات دي بفضل طبعا مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، في ظل ان طبعا رئيس المجلس النائب طارق شكري وهو وكيل لجنة الإسكان في مجلس في الشعب، مجلس النواب. فده ده ده ساعدنا كتير. الفترة الجاية طبعا كلنا